موقع جوجل من المواقع اللي كل الناس بتتعامل معاها بشكل يومي ومعروف جدا بالنسبة لنا. الميزة في موقع جوجل ان هو بيوفر لك مميزات ممتازة جدا بتساعدك في شغلك وبتوفر عليك وقت كبير، بس العيب ان في ناس كتيرة مش عارفة ايه هي المميزات دي وكمان مش عارفة ازاي تستخدمها. في حلقتنا النهاردة هنعرض مجموعة من المميزات اللي بتسهل عليك شغلك وبتوفر عليك وقتك موجودة في جوجل. بس قبل ما نبدأ مع بعض، لو دي أول مرة بتشوفني شرفني بالاشتراك في القناة وفعل زرار الجرس للكل علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، وما تنساش تدعم الفيديو بلايك لو عجبك. الميزة الأولانية اللي بيوفرها لك موقع جوجل إن أنت تقدر تترجم محتوى أي صورة بضغطة واحدة بس، مش تترجم محتوى الصورة إن أنت تاخد النص اللي موجود فيها وتترجمه، لا ده أنت ممكن تكون موجودة عندك صورة بالشكل ده ومكتوب عليها نص بلغة معينة وانت عايز تاخد نفس الصورة دي ونفس النص بس بلغة تانية، فتقدر ان انت تحوله للشكل ده بطريقة سهلة جدا على جوجل. ازاي؟ كل اللي هتعمله ان انت هتروح على متصفح جوجل وهتروح على مجموعة النقاط دي وتفتحها. مجرد ما بتفتحها وبتنزل تحت كده بتروح على الترانسليت الترجمة، هتفتح معاك ويندو بالشكل ده. هتلاحظ ان فيه هنا كده مجموعة من الايكونز وهتلاقي فيه هنا كده كلمة image دي الخاصة بالصور، هتضغط عليها وهنا قدامك اختيارين تقدر ان انت ترفع بيهم الصورة بتاعتك. هنا عن طريق drag and drop، يعني تسحب الصورة من مكانها وتحطها هنا بشكل مباشر، او تدور عليها على جهاز الكمبيوتر بتاعك. انا الصورة بتاعتي موجودة على الديسكتوب، فهروح على browse وهروح على الديسكتوب وهختار الصورة بتاعتي واقول له open. هيبتدي ان هو يجيب الصورة اللي انا قلت له عليها. هنا الصورة ظهرت قدامك فانت ليك الحرية التامة. لو انت عايز النص بس اللي موجود في الصورة، عايز تاخده من الصورة وتحطه مثلا paste في اي مكان، فانت هتعمل copy text. مجرد ما بتضغط على copy text بياخد لك النص اللي موجود في الصورة ده. طب لو انت عايز تترجم الصورة، لو انت عايز تترجم الصورة فهتيجي هنا كده على السهم ده وهتختار اللغة اللي انت عايزها. طبعا دي مجموعة كبيرة جدا من اللغات، فانا هنا هختار اللغة العربية، هيبتدي ان هو يترجم لي الصورة للغة العربية. لو عايز تاخد النص باللغة العربية بس هتضغط على copy text. طب لو عايز تاخد الصورة كلها بالنص اللي عليها وتستخدمها مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي او في اي برنامج عندك، في الحالة دي هتضغط على Download Translation. مجرد ما بتضغط على Download Translation بتنزل معاك في الداونلود الخاص بجهازك وبتكون صورة عادية جدا بتقدر ان انت تستخدمها في اي برنامج زي الصورة اللي موجودة قدامك دي. طيب ايه الميزة التانية اللي موجودة في موقع جوجل وبيوفرها لك من خلال الترجمة؟ لو جيت تبص هنا كده هتلاقي في حاجة اسمها Document، لو ضغطت عليها هتلاقي برضو ان انت متاح ليك ان انت تسحب الملف بتاعك وتحطه هنا، او ان انت تدور عليه على الجهاز وتجيبه في المكان ده. فلو عملت براوز كده ورحت جبت اي ملف عندي وليكن الملف ده وقلت له open، فهتلاحظ ان الملف ظهر معاك هنا وقال لك المساحة بتاعته. تقدر تضغط هنا كده على translate بس بعد ما تختار اللغة، يعني هنا الملف ده موجود باللغة الانجليزية، انا عايزة احوله للغة العربية فهفتح السهم ده وهختار اللغة اللي انا عايزاها وبعدين اضغط على translate. مجرد ما بتضغط على translate كده بيبتدي ان هو يترجمه لك. لو انت عايز تشوف الملف ومترجم بتفتح الترانسليشن، لو انت عايز تعمل له داونلود عندك على الجهاز بتضغط على داونلود ترانسليشن. في عندنا ميزة تانية كمان بيوفرها لنا جوجل، الميزة دي موجودة في العلامة اللي موجودة قدامك دي. شايف علامة الكاميرا دي؟ علامة الكاميرا دي هي علامة جوجل لينس. تقدر ان انت تستغلها في ايه؟ لو عندك اي ورقة مكتوبة باي لغة تقدر ان انت تصورها وتحتفظ بصورة مثلا على الموبايل عندك او على جهاز الكمبيوتر، وتفتح العدسة دي وبعدين تسحب الصورة هنا او تعمل لها ابلود. يكون مثلا الصورة اللي موجودة قدامي دي صورة انا سحبها بالكاميرا، هضغط عليها وهقول له open. هتلاحظ ايه دلوقتي؟ هتلاحظ ان الصورة اتفتحت معاك في النافذة اللي موجودة قدامك دي،
والكلام ده منطبق على الموبايل ومنطبق على الكمبيوتر. الصورة دلوقتي طبعا اي صورة عليها نص انت ما بتقدرش تاخده كوبي ولا بتقدر تتعامل معاه، لكن هنا انت مجرد ما سحبتها على الجوجل لينس العلامة بتاعت الكاميرا اللي احنا سحبناها فيها، اصبح دلوقتي عندك الحرية تماما ان انت تاخد النص ده كوبي وتحطه مثلا على برنامج الوورد بيست، او ان انت حتى تاخد جزء منه. لو رحت هنا كده على تكست هيبقى عندك دلوقتي الامكانية ان انت تختار اي نص موجود عندك، يعني ممكن تختار مثلا السطر ده وتعمل له كوبي وتروح تحطه في الوورد، او لو انت عايزه كله فانت ممكن تختار النص كله كده وبرده تعمل له كوبي وتروح مثلا على الوورد، تضغط كليك يمين وتضغط ايه بيست، هتلاحظ ان هو بينزل لك، بس طبعا بيكون محتاج شوية تنسيقات، لكن بينزل لك النص اللي كان مكتوب على الصورة، ودي في حد ذاتها ميزة كبيرة جدا. طب لو رجعنا تاني كده، في عندك ميزة تانية هتلاقي في هنا حاجة اسمها ترانسليت. لو ضغطت هنا كده على ترانسليت فهو بيترجم لك الصفحة او الصورة اللي موجودة قدامك دي من اللغة العربية لأي لغة انت عايزها. هو هنا اختار لك اللغة الانجليزية وطلعها لك هنا. طب لو انت عايز تغير اللغة فبتضغط في المكان ده وبتختار اي لغة انت عايزها، وليكن مثلا اللغة الفرنسية، فنختار كده اللغة الفرنسية، فكده هو حول لي النص اللي موجود في الصورة من اللغة العربية للغة الفرنسية. تقدر ان انت تعمل select all بحيث ان انت تختار النص كله بعد ما تترجم من اللغة العربية للغة الفرنسية وتحطه بيست في برنامج الوورد او في اي مكان انت عايزه. وتقدر كمان ان انت تسمع النص، يعني تسمع الكلام اللي مكتوب ده بأي لغة تانية. لو ضغطت هنا كده على listen، Déclaration du ministère de la Justice. Ouverture de 8 agences immobilières modernisées. Lancement. بدأ فعلا ان هو يقرأ لك النص اللي موجود قدامك ده. طبعا المميزات دي كلها مميزات رهيبة جدا، تقدر ان انت تستغلها في شغلك وتوفر عليك الوقت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمه بلايك وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد.